بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب القلب، الله يعطيكم ألف عافية. معاكم الأستاذ عبد الفتاح البرغوثي، مدرس مواد اللغة العربية على منصة موقع وتد التعليمية. مبادرة أطلقناها العام الماضي بعنوان وحدة كل أسبوع، كان الهدف منها أنه نمشي مع طلاب الدورة التكميلية لجيل 2003، وبرضو استفادوا منها طلاب 2004. واليوم راح نعيد بإذن رب العالمين هاي المبادرة مع طلاب الدورة التكميلية من جيل 2004، وراح تستفيدوا منها يا طلاب 2005. كانت المبادرة عبارة عن دروس مختارة بحدد لك إياها في كل أسبوع، إنكم تكونوا دارسينها وجاهزين لإلها ويتم مراجعتها في الأسبوع اللي بعده. وراح نبدأ بإذن رب العالمين أول حصة راح تكون يوم الثلاثاء بتاريخ 30/8 بكتاب النحو والصرف. رح نختار درس كسر همزة إن، ولأنه بسيط بدنا نضيف عليه اللي هو أحوال الفاعل والمفعول به تقديما وتأخيرا، وبدنا نزيد عليهم من القضايا شعر الطبيعة وشعر رثاء المدن والممالك. رح تكون الحصة عبارة عن ورقة عمل لجميع طلاب المملكة، سواء كانوا من طلابي أو من غير طلابي، نراجع معاهم الأسئلة اللي ممكن تيجي على النحو والصرف أو على هذول الدرسين من القضايا والأنماط الوزارية اللي ممكن تكون عليها. وبعدها بيومين يوم الخميس بتاريخ 1/9 بإذن رب العالمين راح نراجع الوحدة الأولى من كتاب اللغة العربية المشترك اللي هي المهارات، آيات من سورة آل عمران بالإضافة إلى قواعدها، النداء، اسم الفاعل واسم المفعول. وراح نستمر معاكم على مدى 2.5 أو 3 أشهر بإذن رب العالمين لغاية ما نخلص بمعدل حصة كل أسبوع، نصير نخلص فيها وحدة كاملة من الكتاب، نلحق نقدم لدورتنا التكميلية وننجح فيها ويستفيدوا منها طلاب جيل 2005. كل اللي عليك إنك تروح على أقرب مكتب اللي عندك، تجيب بطاقة اللغة العربية التخصص أو المهارات على منصة موقع وتد، وتبدأ بمتابعة هاي المادة معي، وبإذن رب العالمين مش بس النجاح، راح تحصل العلامة اللي كثير عالية اللي أعلى من تصورك. وتذكروا دايما إنه الوقوع عمره ما كان فشل، لكن الفشل بعدم القيام مرة أخرى. ودمتم سالمين. وتد طريقك للنجاح.